السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اثنين وان شاء الله اللي ما لا يروحوا النهائي، وان شاء الله هذا ما نتمناه احنا كجزائريين، باسكو اللي قلت لك نهضروا قانونيا تروح كاع للعالم ما تلقاش الفرق يلعبوا بالخريطه، سيرتو وين خريطه وهميه والقانون باين دوك غير ولا فيه تلاعبات ولا دونك مام الاتحاد العاصمه مام لا قدر الله ان شاء الله احنا ما نتمناوش الشر ما يحشمش بهذه السيفري مام اللاعبين كانوا ماذا بهم يروحوا اون فينال مام الانصار تاع اتحاد العاصمه مي واش حد كي دخلوا في تسمى دخلنا في قضيه تاع وطن تاع مبادئ دونك نتبعوا هذه المبادئ ومام ملخصاتنا نورمال حتى نتبعوا نورمالمون درك هاتيك خلاص ما بقاش اللعب لازم السياسيين يدخلوا في هذا المشكل لان غدوه تزيد طيح مولوديا غدوه سيربي غدوه سطيف غدوه لهوند غدوه باسكت نقعدوا غير ما نلعبوش ونلعبوا اي فوا اريتي السينما هذه يدخلوا لي زوتوريتي او ديو فو كيريك سو بروبليم كيما لا فيفا تمشي كيما لا فيفا ممنوع كاع هاد الحوايج تريك ريليجيو بوليتيك وكذا خليوهم بجه والناس تلعب باش كي تقعد تطيح معاهم تلعب عادي نورمال هما بالدرابو تاع بلادهم وحنا كيف يا سي دو سوي مي تقعد هكذا تقعد ساعه دوازي تطيح واحد اخر سي لي زاتليت اللي راهم محرومين على بالك هما لي زاتليت تاع بركان هذا كيما لعبوش ام باكهم فرحانين ما مش فرحان ما دبهم لو كان لعبوا كان حاب يلعب المدرب تعباني كلمة حتى فهد والصحفي قال كنت حاب نلعب لان احنا بقاو بدون منافسه 20 حتى 25 يوم قبل النهائي من بعد المقابله داروا له انترفيو شفت انا التصريحات تاعو وين سقساوه لي جورناليست ماروكا قالوا له واش رايك في التاهل هذا اسمه ولا سير قال له مسقسيو الاداره شغل الغلط بها شغل ولا رانا ولا سير تكاليفينا لا فينال ما على بالوش حتى الكاف لم تعلن اي شيء ما حبش يدخل روحه دونك هذه تعد صدت واش قال على المشيخ نقطه مهمه بغض النظر عن القرار النهائي تاع الطاس الفاف بقياده وليد صادي حاليا تناضل من اجل وضع حد لهذه المساله ما زال نهائيا لانه الامر ممكن ان يتكرر الموسم المقبل مع مولودية الجزائر او شباب بالوزداد او اي فريق جزائري كاين ثاني اسمح لي عبد العالي كاين ثاني واقي اللقاء عبد الرحمن عبد الرحمن نعم كاين واقي جاب لي ربي اللقاء تاع النساء لا فريق وطني مش راح يلعبوا مع المغرب نعم إديسات منتخب اقل من يتنقل الى المغرب في الايام المقبله ايه بصح اسكو المنتخب المغربي يدخل بهذيك الخريطه مستحيل لانه تبع الفيفا مباراه الصين تاع كاس العالم تسمى انت كيفاش انت او كونترا لا حتى امين في اتحاد العاصمه واجه الفتح الرباطي في قبل دور المجموعات فتح الرباطي جاء الى وهران بدون هذا الامر شوف لا نولي لك فقط لتحركات وليد صادي والفاف والاتحاد كذلك لوضع حد نهائي لهذه المهزله حتى لا تتكرر المواسم المقبله حتى لا نحلم انديه جزائريه اخرى من عدم المشاركه في المنافسات القاريه اكيد رضوان اليوم حتى اتحاديه الجومباز المنتخب عاد الى الجزائر رفضوا المشاركه مؤخرا قبل يومين يعني منتخب كره اليد الاواسط يعني شارك في اللقاء الاول امام السعوديه لكن في اللقاء الثاني امام المغرب عاد يعني البطوله العربيه لكره اليد لانه المنتخب المغربي تخلي اكسبري بهذاك الخريطه بهذاك القميص والخريطه الوهميه هذه المرحله هي مرحله مهمه جدا لتنظيف الكاف لانه مستحيل انه يواصل العبث في هذه الهيئه لانه اليوم لما تسمح لنادي نهضه بركان لما نشاهدوا قرار تاع لجنه انضباط بالخساره 3-0 ومنح كل حق لنهضه بركان رغم انه هو الذي رفض اللاعب في لقاء الذهاب اتحاد العاصمه كان حاضرا في 5 جويليه اليوم قلت لك هي قضيه مفصليه لكره القدم في افريقيا لاعاده الاعتبار وتنظيف هذه الهيئه لانه لما تمنح الحق لنادي مغربي باش يلعب بخريطه مماثله تحمل جزء من ارض لا يزال ينازع عليها يعني الامم المتحده ووعدوا ايضا في الاتحاد الافريقي مستحيل انك نسمح لك انك تضع خريطه تاع
تاع بلد على على شعارك وتجي اليوم للجزائر تستفزني بها، يعني هذا امر لا يحدث. وسيادة الجزائر قلت لك خط احمر اليوم اتحاد العاصمه، كان قادر يكون ايضا شبيبه القبائل، كان قادر يكون ايضا مولديه الجزائر. الاتحاد الجزائري يخوض حربا من اجل هذا الشيء، يعني من اجل انه نضع حد لهذه الممارسات القذره والاستفزازات المباشره خاصه للجزائر، لانه يعني اكبر خاسر او اكبر من يواجهونه بهذه الاستفزازات هي الجزائر ليست دول اخرى. ان شاء الله ان شاء الله تكون يكون الفصل والانصاف من قبل الطاس التي فازت فاز من رفع فيها بقضايا ضد الاتحاد الافريقي، يعني الاتحاد الافريقي ليس نازيا ولم يتعود على الفوز، دائما يخرج خاسر في قضايا الطاس. نامل ذلك، يعني غني قلت لك المواد القانونيه وكل شيء حتى الشكل تم قبوله، المواد القانونيه في صالح الاتحاد الجزائري وملف الاتحاد الجزائري، حتى من تم توكيلهم من قبل محامين يملكون خبره في هذا المجال وفي هذه المحكمه بالذات. كلمه برك. شوف هي حاجه سامبل، دوك تشوف لا ديسيزيون تاع الطاس، لا الطاس مد الماتش يتعاود اوتوماتيكمون من لافاف من بعد يتزيد تدخل تما وتزيد تدخل على الافنير تسمى ما يزيد يكون هذا المشكل. ولا الطاس عطاو لهم الكانيون ليكيب ماروكان، هنايا تدخل السلطات. انا كنت حاب نشوف الوزاره الشباب لا رياكسيون تاعها اللجنه الاولمبيه، اوكي لي دو اوكين رياكسيون اوكين، والله ليمبرسيون ما عندناش، ما عندنا لا اللجنه الاولمبيه لا وزاره الشباب، ما كاش والد صاداوي يضارب وحده يا اخي، هذا سي ان بروبليم بوليتيك، وزاره الشباب تتدخل والكوميتي اولمبيك يدخل، ما كاش كاع يتيك ما كاش، نوليو نشتكيو الفوق كاع يتيك وربي سبحانه، خلاص كي تولي وزاره ما عند ما نسمعوهاش والكوميتي اولمبيك ما نسمعوهاش سي غاف، نعم سي غاف بور اون اكسيون باري. نعم اسمح لي، الوزاره تدخل قبل في الجزائر هنايا واش راهو صاري المشاكل باش تدخل على برا، هنايا وزاره الشباب والرياضه شكون كلي ما عندناش في الجزائر، تدخل قبل في البلاد تاعك وين كان الخلوطه والتشكتوكه فهمتني، ومن بعد ومن بعد روح على برا، ما كاش حنايا. نقطه اخرى من اقصاص مباركه رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم لنهضه بركان التاهل مباشره بعد عدم اجراء مباراه الاياب حتى قبل قرار الطاس وقرار الكاف، يعني مباشره المباركه للفريق المغربي. ما تشوفش باللي الكاف حاليا رهينه؟ لا رهينه الي بريزون اوتاج، لا بيان سور رهينه الى واسمو البريزيدون تاع المروك واسمو قولوا لي نعم القجع، كاينه رهينه يديروا شي حب، يديروا شي حب في لاكاف لا بروف، يبدلوا قوانين كيما يحبوا. ديجا كان العام اللي فات عندهم مشكل ديجا مع الاهلي كيفاش برمجوا مقابله تاع هي لقاء ذهب واياب، برمجوها في دار البيضاء، لقاء داروه ذهب برك هذا ما كان وفازوا على الاهلي ب 2-0 على بالي الفريق ديالو سي نورمال. دوك اليوم تقول لي انت يا بارك له يديفوندي الفريق تاعو، وهذه حرب نفسيه ثاني استفزاز استفزاز ديريكت دوك حنايا هو سي نورمال يضرب، انا ما نلوموش باسكو هو يضرب على حق تاع ليكيب تاعو مادا به، احنا ثاني لازم يكون عندنا رجال ويضربوا على حق تاع اتحاد العاصمه. نعم علي باشا رئيس الكاف ما هو دوره حاليا؟ رئيس الكاف ما عنده اوكين كريديبيليتي خلاص وتسيبي راح ما عنده اوكين كريديبيليتي، يكذب عليك البلدان اللي صحاح ومن الرجال ما دايرلوش ماش حاسبينو كاع لي بريزون دو لاكاف يهضروا مع الاخرين الكوميتي ايه، ما هو كريديبيليتي شو صاير سي تي نون تعيب، وملي جا هو لاكاف كنا نشتكيو شويه من اللي فات حياته واحمد احمد، مي ماشي كيما هذا كارثه، هذا لا كارثه، هذا اش بك؟ لا شيخ خطرا سالوا صحفي جنوب افريقي قالوا انت المقر تاع المكتب ديالك في مصر، يعني مقر الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم لم يدخله سوى ثلاث مرات منذ بدايه العهد ديالو، رجل ثري جدا، رجل سياسي ايضا. واش جابوا اليوم كره القدم الافريقيه؟ هناك مصالح اخرى يعني بعيده عن كره القدم وبعيده عن تطوير كره القدم وبعيده عن معالجه مشاكل كره القدم الافريقيه التي لم مازال ما براتش، ان صح القول بممارسات قذره مماثله، انك تمنح
تمنح الشرعية لنادي نهضة بركان باش يلعب بخريطة مماثلة وتعاود تأكد ذلك عن طريق الانضباط في وتأكد أنه اتحاد العاصمة هو المنهزم 3-0 وتجبروا على لاعب لقاء العودة. أمور مماثلة قلت لك ما زلنا نشوفها في, 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 في هيئة ليست نظيفة إطلاقا، وهناك نفوذ من قبل أعضاء يسيرون هذه الهيئة كما يرغبون. هناك أعضاء مؤثرين جدا في لجنة التحكيم، ولقجع يسير لجنة المالية وهو نائب رئيس أيضا، كيلو كوميل أيضا، يعني قلت لك أي مختطفة إن صح القول. رهينة. أكيد أكيد هاي القرارات الأخيرة تؤكد ذلك. قضية اتحاد العاصمة قلت لك مفصلية، قد تقلب كل شيء في الاتحاد الإفريقي. يعني هناك اتحادات في إفريقيا تعاني أيضا الأمرين، هناك اتحادات فرقها تعاني أيضا الأمرين. يعني هي تنتظر هذه الفرصة من أجل قلت لك قلب الموازين. هذه القضية إن شاء الله لو تنصفنا الكونفدرالي الطاس عفوا، أنا قلت لك ستحدث ثورة، لأنه ستكون خسارة كبيرة جدا للقجع ومن معه. أمين أقصص فاصل إشهاري قصير ونواصل مشاهدينا. نعم قبل الفصل الإشهاري يشير لي زميل حمزة سيلبي، لطالما أمين أقصاص نضدنا بضعف الجزائر في أروقة الكاف، إلى متى سيتواصل هذا الضعف؟ شوف مع كثرة تغير رؤساء الفرق. لا أنا ديجا تكلمت على هذا الشيء، هذا يا قلت ما تقدرش أنت تدير قوة في كاف الفلاكاف وأنت كل عام تبدل البريزيدون في ديراسيون. تقدرش لازم باش انت باش دير جذور في لاكاف، لازم ديجا في البلد تاعك تكون 5 سنين 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كما كان اسمه محمد الروراوة. نقول باللي باش تبني يعني قلت لك جذور لازم تطول. احنا رغم ان الجزائر بلد قارة ورائدة في افريقيا، قارة كخريطة بلد بحجم قارة، ايه رائدة سياسية، بلد احنا عندنا بلدنا كبيرة وي، بصح الاشخاص هادو ما ماشي يخدموا البلد تاعهم، هادو الاشخاص هادو يخدموا مصالح شخصيه تاعهم. بصح واحد اللي انت كي تقول لي بلد كبير ودوي بلد كبير، مي يعني اشخاص تاع السلك الرياضي خاصه في كره القدم. نعم شرا نتكلموا احنا رياضيين، احنا خاطينا سياسه، انا ما دوكا ندخل في السياسه وانا خاطيني سياسه. نعم. لعبت كره قدم ونهضر على كره قدم، نحكي لك الرجال هادوما لازم انت ولا كنت تحب بلادك لازم تخدم بلادك، تمد كلش باش البوست اللي تكون فيه وكونترير الناس يولي يشوفك. قالوا الله بارك الله في هذا الانسان الجزائري، هو من ساهم في 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 ابعاد جزائريين من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. لو كان اسمح لي انا، لا معليش تفضل، لو كان عندنا جزائريين في الكاف لا تمرر الخريطة عبر في قميص ولا يوافق عليها قبل بداية الموسم، قبل بداية البطولة. يعني اليوم رانا جينا في نقدر نقولوا طفرت، لأنه تم الموافقة. هو البركان يقول كان أعطاني الاتحاد الإفريقي منحني الحق أن نلعب هذا، لو كنا نملك عضو جزائري كان قادر يتفطن لهذا الملف في بداية الموسم ويرفض يكون اعتراض وما يتحصلش الفريق على هذا القميص الوهمي. مثل ما تفطنت الفاف علي بن شيخ قبل المرور إلى الفاصل الإشهاري، مثلما تفطنت الفاف، نعطيك مثال يعني في كيفية استعمال الرياضة خاصة كرة القدم لتمرير رسائل سياسية. مؤخرا قبل انطلاق دورة أقل من 17 عام هنا في الجزائر، تم إرسال لاشارت للفوف من أجل المسابقة عليها حتى تكون يعني الصورة الرسمية لمنافسة شمال إفريقيا أقل من 17 عام. تصور علي بن شيخ أنه هذا لاشارت فيها خريطة شمال إفريقيا، المغرب، الصحراء الغربية بأخضر حامة يعني افيك ان فير فونسي، وفيها نجمة حمراء. شافوها يعني في الفوف، تم رفض هذا الأمر جملة وتفصيلة، عودوا اتصلوا بالمكتب المتواجد في تونس من أجل يعني إعادة صورة أخرى تمثل هذه المنافسة. يعني الناس راهي تعمل لتمرير رسائل سياسية عبر كرة القدم، سواء في الأندية، في المنافسات الشبانية، في كرة القدم النسوية وغيرها من الأمور. بيانسير هما ما راحش يطلقوك يستعملوا تو لي مويان باش يديروا دي تريك بوليتيك. ما عليك انت يا كفاف
دير معاك رجال تري كومبيتون في هذا الباب يكونوا كومبيتون في لو بلون بوليتيك ومن الناس اللي يعسوا كل حاجه حاجه ما تجوز. وعلاش مليح يكون ان اليمون او دو في لاكاف وتعطي له شيكا بلون باسكو تعرف باش يمشيو هذوك. نعم ما يمشيوش احنا الجزائر نحبك وتحبني سي كوم سا باش راهي فيرات دو لوت كوتي باسكو الناس مدهونين بالياسمين بالسمن والعسل فهمني. احنا ما عندكش هذا الشيء هذايا قاعدين كانوا اهل الوقت فوطوا ضد الجزائر ضد الجزائر واش تحب تدير هاو في الجزائر كيفاش لحقت وللحديث بقية على بن الشيخ بعد الفاصل الإشهار.